راح نكمل على الميكانيزم of antibiotic action اللي هي طرق التأثير على المضاد الحيوي. طرق تأثير المضاد الحيوي على الخلية البكتيرية، يعني القصد انه أنا من اجي اخذ مضاد حيوي حتى اقتل البكتيريا او حتى اثبط البكتيريا، شن هي البروسيس، شن هي مالتا البروسيجر البرنسبل مالتا لما دا يدخل جدا يسوي هذا الانتيبايتكس. عندي كذا طريقة يأثر بها الانتيبايتكس على الخلية البكتيرية. اريد اعطيكم مثال هنا على انه البكتيريا، دائما اقولكم هاي المعلومة، الأمثال تضرب ولا تقاس. البكتيريا مثل أي كائن حي آخر، يعني مثلا هسه إحنا البشر، إذا أريد يعني أقتل واحد شو أسوي له؟ لا جد يعني أأثر على الأماكن اللي هو يعني مثلا قلبه جمجمته مو تمام، ما راح أقتل أحد بس يعني القصد. نفس الشيء البكتيريا، البكتيريا هم يعني إذا أريد أقتلها أروح أأثر على المناطق اللي هي الأساسية اللي هي بلاياها ما تقدر تعيش. تمام. فهسه عندي أول شيء اللي هو السيل وول انهبشن، اللي هو قلنا عليه تثبيط الجدار الخلوي. أكيد تمام، بدون الجدار الخلوي البكتيريا لا يمكن تستطيع الاستمرار بالعيش. فأروح أصمم الأنتيبايتكس إنه شو يسوي لي، يمسخ لي جدارها الخلوي. مثال بنسلين، بنسلين هاي شغلته inhibition of protein synthesis، أثبط عمليات التصنيع البروتين في داخل الخلية البكتيرية. يعني شنو مثلا ممكن إني أسوي الأنتيبايتكس هذا يأثر لي على الانزيمات مات البكتيريا، الانزيمات بروتين صح، وبالتالي بدون الانزيمات ما راح تقدر البكتيريا تضل عايشة. مثال عليه تتراسايكلين، عندي دي ان اي انهبشن اللي هو اثبط المادة النووية اثر عليها مالت الخلية البكتيرية. عندي ار ان اي انهبشن اللي هو همين مادة نووية بس على الار ان اي هالمرة، ونعرف الفرق بين دي ان اي والار ان اي. تمام. الديسك ديفيوجن، رح نجي على تعريف الديسك ديفيوجن هسه نعرفها وبعدين نتكلم بصورة مفصلة على اساس اني ما اطول عليكم. يعني انتيبايتيك امبريجنيتد ديسك are used by this method، اللي هي شنو؟ أيوة، اللي هي تكون عبارة عن antibiotic محطوطة بأقراص مضغوطة. وهسه إن شاء الله أصور لكم الدرس العملي وشوفون شلون. This disc، هاي الأقراص are put on the surface on agar media، رح أخليها هاي الأقراص على سطح الأجار ميديا that has been streaked with pure bacterial suspension، اللي راح يكون مخطط with pure bacterial suspension. طبعا هنا بهاي الجملة اللي متابع وياي والشاطرين راح يلقفون رأسا انه هسه مجازيا يمكن انه صح، بس اكو كلمة هي ما المفروض يخليها بهاي الطريقة، المفروض يكتبها بشكل ثاني. هي صح أقراص، راح أخليها على راح أخليها على الأنتيبايتكس، بس شوفوا لي بالله على الميديا صح لو خطأ. تمام، هو غششتكم بس يعني بعد نقولوا لي وين الغلط. شو وصلنا after inoculate، بعد
ايه بعد ما الانكليت اللي هي شفتوا طلاب لما قلت لكم خلنا ناخذ باللوب شويه من البكتيريا واخليها اسوي بيها سبوت على ايه تمام، مو قلنا ناخذ باللوب شويه من البكتيريا ونخليها على الطبق. هاي السبوت اللي اخذناها شويه من البكتيريا اللي خليناها على سوينا بيها دائره على الطبق، وبعدين نبدي منها نخطط، نبدي نسوي سبريدنج مرات، نبدي هاي يسموها انكيوليت. تمام، بس اشوف وين وصلنا. زون اوف انهبشن ار ميجرد، المنطقة التثبيت هسه راح نشرحها، راح تقاس. والترم از سسبكتبل، انترميديت اور ريزيستنت ار يوزد، ونستخدم مصطلحات بعد ما نقيس الزون هاي راح نقول يا اما انه هي ميديوم او تاثيرها او مقاومه، ريزيستنس اللي هي مقاومه. and disk should be stored under the refrigeration، لازم هاي الاقراص وين نحفظها؟ بالثلاجه تحت تبريد، refrigeration يعني تبريد. when they are daily used، لما نستخدمها بصورة يومية. and frozen، وتحفظ بالفريزر سالب 14 او اقل or lower، لما نكون ما رح نستخدمها يومية. not under used يعني ما رح نستخدمها يومية. هسه يمكن يعرف zone of inhibition اللي هي منطقة التثبيت. can be read with metric ruler، راح تقاس هاي المنطقة بمسطرة مترك بالمليمتر، بمسطرة مدرجة يمكن يسموها بالمليمتر. الميديا اللي هي راح نستخدمها بهذا التيست راح نسميها مولر هينتون، وهذا السؤال يجيك زي الله واحد بكل الامتحانات. What is the media which used بال شو اسمه بالسنسيتيفيتي تيست، الميديا لنستخدم اوردينري ولا نستخدم شوكليت ولا نستخدم بلاد ولا نستخدم ولا من اي واحدة من هذول، شو اسمها الميديا؟ مولر هينتون. وكل سنة اقول للطلاب هذا السؤال يجيك زي الله واحد ويجي بالامتحان وما يجاوبوا، وكاتبي لهم اياه بالاحمر. and the type of cultivation، وطريقة الزرع راح تكون spread plate method. هذا همين، يعني هو السؤال متكون من قسمين. What is the media which used be a sensitivity test and what is the cultivation method، شنو هي الطريقة الزرعية وشنو هي اسم الميديا؟ اسم الميديا مولر هينتون، واسم الطريقة اللي هي spread plate method. هسه راح نشرح اللي تكلمنا عنه بصورة كبيرة. شوفوا طلاب، هاي طريقة السبريد بليت ميثود، هو بعد ما فرش البكتيريا على الطبق وقبل ما يحضنها، انتبهوا قبل ما نخليها بالحاضنة، يعني نجيب الطبق ونفرش عليه مثل ما قلنا يعني بالسابق. المهم ايش قلنا؟ قلنا راح نجيب الطبق قبل ما نسوي سبريدنج، قصدي عفوا نسوي سبريدنج قبل ما نحطه بالانكوبيتر. ايش راح نجيب؟ راح نجيب اقراص انتيبايتكس، هسه حشوفكم اياها بالفيديو، وتخيلوا هي هاي الاقراص السوداء الاي والاي والبي والسي والدي، تمام. راح اوزعها على الطبق اللي مسحته سويته سبريدنج بالبكتيريا، واوزعها بهاي الطريقه، يعني ما تكون واحدة يم الثانية، تكون واحدة بعيدة عن الثانية بقدر كافي. بس هاي السودة هي الأقراص، ولما راح أخلي الطبق بالإنكيبيتر بالحاضنة راح يطلع لي، من أطلع الطبق هسه هنشوف شلون بالفيديو، حيطلع لي عند بعض الأنتيبايتكس راح يكون مثل هاي الزون اللي تشوفوها البيضة. زون معناتها منطقة فاضية، تمام. هاي الزون راح اقيسها بمسطرة بالملم، وهاي الرينج او نصف القطر مالت الزون هاي اللي طلعت لي راح تنطيني انديكيت
إذا كان هذا الأنتيبايوتكس اللي بالقرص موجود هو فعال على هذا النوع من البكتيريا أو لا. تفهمون شلون؟ يعني إحنا هاي أقراص الأنتيبايوتكس كل وحدة شكل، يعني وحدة منهم تتراسايكلين، وحدة منهم بنسلين، وحدة منهم أموكسيلين، وحدة منهم كذا كذا كفلكس، هيك أوزعها على الطبق وأحطها بالحاضنة. أنا أوريدي ماسحة عليها البكتيريا، فرمن راح أسوي له إنكيبيشن راح أطلع الطبق. إيش راح ألقي؟ السبريدنج قلنا من نسوي له إنكيبيشن إيش يطلع؟ يطلع الطبق كله مزروع. حوالين الأنتيبايتكس ديسك راح يطلع عندي زون اللي هي في بعضها منطقة فاضية خالية من البكتيريا، وهذا دليل على انه هذا الانتيبايوتكس قتل هاي البكتيريا اللي موجودة بهاي المنطقة. وبالتالي اجي اكتب له للطبيب تقرير انه هذا الانتيبايوتكس اللي اسمه كذا قتل البكتيريا، وكان الزون هلقد بالملم بالمسطرة. احنا مو قلنا نقيسه بالمسطرة، خلنا نرجع هنا على التعريف. هنا قلنا الزون انهبشن and read with metrical ruler in millim. تمام تمام، هاي الصورة الحقيقية. تمام، هاي الصورة الحقيقية. هذا طبق سويت عليه spreading وموزع عليه الانتيبايوتكس ديسك، وهاي الزون اللي عطاني اياها حوالين الطبق، حوالين عفوا الديسك الانتيبايوتكس. راح نروح نشوفها بالفيديو. تمام.